We went to the Jenin refugee camp to speak to a member of the Jenin Brigades. Resistance fighters like him were the main target of Israel's recent military assault on Jenin, its biggest in the occupied West Bank for 20 years. هو فشل هنا ومدوا يعملوا اقتحام واسع ويعتقلوا أكبر عدد من المطاردين ويتم قتل اللي هو اللي راح يواجههم اللي هو أكبر عدد برضه من المطاردين. هذا الإشي فشل بمية بالمية. He says he used to be a gym trainer, but life under Israeli occupation made him change course. أكثر شغلة أثرت فيه اللي هو استشهاد صاحبي. مناسي طريق استشهاده بجزء 2013 استشهد. أثر فيه كثير يعني. احنا اللي عايشين مع اسرائيل واحنا بنقدر نقدر شو اسرائيل شو بدها. اسرائيل بدها كل فلسطين وبدها تقتل الشعب الفلسطيني وتشرده وبدها ايانا نبكي عبيد عندها. احنا نقاوم الاحتلال. مستحيل اسرائيل تعمل لنا حل ثاني غير المقاومه، انه حل سياسي او انه في هدنه او سلام، مستحيل مستحيل. هسه لو تجيبي كل السلام اللي بالعالم تحطيه بدوله اسرائيل راح تلاقيهم ثاني يوم بيعملوا صوت نار، ثاني يوم بقتلوا، ثاني يوم بيأسروا. يعني بيأسروا نسوان وبنات صغار وشباب صغار اشبال. هو احنا بنطلب من الشعب كله يكون ضد اسرائيل مش بس السلطه. He says his dream is to see Palestine free so he can lead a regular life. اعيش حياتي الطبيعيه وبطش وبروح على البحر وبعمل كل اللي انا نفسي فيه كل اللي انا بدي اياه. ولا طبيعه فلسطين بتجنن يعني، وانا من الناس اللي بحب اروح واجي على الطبيعه على الجبال وعلى البحر.